طيب، واحنا بنتكلم لسه عن كورونا وكل ما يحدث من إجراءات وخطوات تخص يعني الفيروس المستجد، امبارح أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إدارة الدواء والغذاء الأمريكية FDA أجازت لإحدى الشركات إنها تستخدم بشكل طارئ علاجها التجريبي المضاد للفيروس الفيروسات الريميديسايفر لعلاج المصابين بالكوفيد 19. قالت الشركة إنه هذا العقار ساعد في تحسين النتائج لمرضى المصابين، وقدمت بيانات بتشير إنه بيعمل بشكل أفضل عند إعطائه في وقت سابق أثناء الإصابة. كمان كان الكلام على إنه تم إجراؤه على 1000 شخص وقلل مدة الإصابة والتعافي السريع، كان وصل 4 أيام. معنا عبر سكايب الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك، وبداية إيه السبب أو إيه الفرق بين هذا الدواء وكل التجارب الدوائية اللي يعني تم تجربتها من دول وحكومات مختلفة؟ على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باستخدام الطارئ لدواء ريميديسيفير. ده كان نتيجة دراسة كبيرة اتعملت على أكثر من 1000 عيان، حوالي 1063 عيان، وثبت إنه في هذه الدراسة إنه بيقلل مدة الإقامة بالمستشفى حوالي 4 أيام، وإنه هو كمان بيحسن نسب الشفاء وبيقلل احتمالات الوفيات في المرضى اللي بيستخدموا. وصول طبعا هذا الدواء الحقيقه هيدي مساحه كبيره لاستخدامه في الحالات الشديده اللي بتعاني من اعراض تنفسيه شديده، وكمان الحالات اللي قد تكون بتعاني من ضعف او قصور في وظائف التنفس، وكمان الناس اللي ممكن يكون عندهم مشاكل في الاعضاء وبيحصل لهم قصور في وظائف الاعضاء. طب هل هذه الخطوه معناها انه ممكن يتم الاعتماد على الريميدي سيفير يعني ويتم التوسع في الاعتماد عليه؟ هو لغايه دلوقتي الحقيقه مش حكايه توسع، هو الموافقه اللي اتخذت على الحالات الشديده، والحالات الشديده اللي هي بتعاني من يا اما قصور شديد في وظائف التنفس، او الحالات اللي بتعاني من خلل وفشل في وظائف الاعضاء، وبالتالي هم دول الحالات اللي واخد عليها لغايه دلوقتي الموافقه. احنا عندنا كمان في اصل درجات مختلفه من المرض، في بعض الحالات بيبقى عندهم الاصابه بسيطه او الاصابه متوسطه او الاصابه ممكن علاجها داخل المستشفى فقط، او بتحتاج دخول الرعايه المركزه، او انها بتحتاج انها تحط على اجهزه التنفس الصناعي. الى جانب انه في بعض الحالات كمان بيبقى عندها اعراض تانية، ممكن بيحصل جلطات في الاوعيه الدمويه او اصابه في القلب او في الكلى او في الكبد، وبالتالي كل حاله من دول ليها بروتوكول علاجي. الموافقه اللي اتخذت امبارح هي على الحالات اللي بتعاني من اعراض تنفسيه شديده، او اللي بتعاني من فشل في وظائف الاعضاء المهمه او فشل في وظائف التنفس. والنتائج كانت الحقيقه جيده، لانه زي ما قلت لحضرتك انه قلل مده الاقامه وقلل كمان احتماليات الوفاه. طيب، بما اننا بنتكلم طيب على النتائج الايجابيه، يمكن وزاره الصحه برضه امبارح كان ليها تصريح عن نجاح الاستجابة، وكان في استجابة للعلاج بالبلازما لحالتين حرجتين هنا في مصر. هل برضو ده ممكن يكون مؤشر إيجابي للتوسع بمسألة العلاج بالبلازما؟ الموافقة برضو أو بداية الاستخدام التجريبي لبلازما النقاعة في مصر برضو دي وسيلة جيدة للحالات الشديدة، وبرضو دي كانت خدت موافقة من منظمة الأغذية والعقاقير الأمريكية على الاستخدام في الحالات الشديدة. وكده احنا بقى عندنا يعني أكثر من وسيلة علاجية، الأمطال ودي علاج مناعي،
والدواء، وده علاج كيميائي، وهما الاثنين خدوا فعلا التصريح من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، وبالتالي أصبح إنه في فرص أفضل، وده ممكن يقلل من نسب الوفيات اللي بتحصل في بعض الحالات الشديدة. نعم، أنا عايزة يعني أشكر حضرتك دكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، كنت معانا عبر سكايب، شكرا لوجود حضرتك معانا.